الأزمة يغاوض عليها ويتصل ليقوم عليها. وعندما يحس بأنني أصبت خير كان يعني، وكنت أحس دائما أنه معي في كل طرف سواء كان هذا الظرف مفرحا أو كان هذا الظرف محزنا. ذهبت إلى بلدي في الشرقية وجلست في المسجد، فإذا به يقف بجانبي ويجلس بعد أن عزاني وظل معي طوال اليوم، وكان لهذا الصنيع عميق الأثر في قلبي، فكان دائما كما قالت السيدة زوجته حنو على الجميع، فلذلك فأنا مدين له، وهذه المديونية أنا أحملها لأسرتي، وأنا تحت أمرهم في أي شيء يمكن أن أقوم به. شكرا لحضراتكم، وإذا كان لي من الاقتراح أن نكون جمعية أحباء الدكتور عزازي، وأنا واحد أعرض على المجلس التنفيذي في محافظة الجيزة إطلاق اسم شارع من شوارع الجيزة تحديدا للدكتور.